بعد ما شفنا شلون نفحص كاميرات الانالوج والكاميرات الاي بي خلال هذا التيستر اللي هو الغرض الاساسي من عنده انه افحص كاميرات الاي بي وكاميرات الانالوج وكاميرات المتحركه. هسه راح نشوف بعض التطبيقات اللي بداخله. هذا بصراحه الجهاز مثل ما شرحناه بالفيديو السابق انه بيه مواصفات كلش هوايه، يعني اذا اشرحها واحده واحده راح تاخذ وقت كلش طويل. راح اعطي بعض الفكشنات او بعض المميزات المهمه بهذا الجهاز، خلينا نجي نشوفها. اول شيء خلينا نشوف هذا المور شنو. هذا المور ب 4 ايقونات. الايقونه الاولى اللي هو اوديو ريكورد، يفحص صوت من خلال هذا الكيبل. راح اربطه هنا هذا الكيبل، يعني اقدر افحص المايك. اذا عندي مايك راح اربط الموجب والسالب وهذه الاطراف واربطه بالتيستر وادخل على الاي بي ريكوردر اوديو ريكوردر واسجل الصوت، اشوف المايك يشتغل لو ما يشتغل. اضافه الى اوديو بلاير حتى اشغل به الصوت بعدين، وفيديو بلاير اذا كان عندي فيديو موجود بالرام او انا سويت له تسجيل خلال هذا التيستر راح اشوفه. نيجي نشوف الاي بي كاميرا تيست، هذا قبل شويه شفناه اللي هو يعطي باور بي او اي، يعطي اي بي ديسكفري حتى يكشف لنا الاي بي الموجود بالنيتورك مع الكاميرات. اضافه الى موجود هنا تطبيق الجوجل كروم، هذا متصفح يعني هو اي شيء انت بعد تحتاجه من الجوجل كروم راح تقدر تدخل هنا مباشره كاونلاين، يعني حتى تسجل به اذا عندك فد ملاحظه او فد شيء راح تدخل هنا وتدوس سيرش، يعني طبيعي هذا بعد متصفح. ندوس رتين حتى يرجع زين. عندنا سي في بي اس اند اتش دي كاميرا، راح ندخل عليها نشوف شنو عندنا هنا. عندنا هنا سي في اي تي في اي اتش دي والكاميرات السي في بي اس، هذين الايقونات شنو نوعيه الكاميرا اللي عندي اللي اريد افحصها. ادخل على الاوبشن، مثلا عندي كاميرا انالوج قديمه سي في بي اس، راح ادخل على السي في بي اس وبالتالي هم اربط الكوكسيل وراح تظهر الصوره هنا واسوي الفحص مالتي. هنا شنو عندنا؟ عندنا تولز، راح ندخل بالتولز. هنا عندنا فد نوتس، فإذا أنت أثناء العمل واحتاجت تكتب فد ملاحظة وأنت ما شايل مثلا دفتر راح تقدر تضيف نوت هنا تكتب يعني أي شيء اللي تريده. هنا داتا مونيتر راح يظهر لك المعلومات مال الداتا الماشية. هنا فلاش لايت اللي هو شغل لي هذا اللايت مال الجهاز، إذا كان مكان أظلم وتحتاج لايت فهو بي لايت. خلينا نطفيه. هنا كالكوليتر حاسبه، اذا اثناء العمل احتاجيت حاسبه هو بي حاسبه. هنا سيتنج مالت، هذا سيتنج مهم. هنا اسوي به اعدادات كاختيار لغه، كاختيار وقت، تاريخ، تاريخ والزمن، اي بي سيتنج حتى اعطي اي بي الى الجهاز حتى يدخل لي على الكاميرا. هنا الوان اللي هو اشغل بي الواي فاي، هذا الجهاز بي واي فاي كانك ويا الراوتر حتى استخدم الجوجل كروم، بي واي فاي كانك ويا الراوتر من اعطي اون وراح يسوي لي سيرش على الراوترات الموجوده. هذا البرايتنس حتى اتحكم باضاءه الشاشه حتى ما يخلص عندي. هذا الصوت، هنا الاس دي رام اذا موجود الاس دي رام وباقي السيتنج الموجوده هنا كفكتوري ديفولت. هذا ثيم. وهنا عندي هم هذا فاكشن مهم اللي هو كويك اوفيس، اذا عندك ملف وورد وعندك ملف اكسل تريد تحفظه بالجهاز فهو بي وورد وبي اكسل، تقدر تستخدمه كوورد وكاكسل، وممكن الباوربوينت كبرزنتيشن. يعني عندنا ماي ابلكيشن، هذه التطبيقات الموجوده به، مثلا هنا اليوزر مانوال مال الجهاز نفسه حتى تقدر تقرا وتشوف الفاكشنات انت اكثر. هنا ابديت للجهاز، هنا الفايل اكسبلورر اللي هو يعطيك كرام، انت مثلا عندك هنا ميوزك، عندك فيديو، عندك بيكتشرز انت حافظها تقدر تطلع عليها منه. عندك الفي ال سي، هذا البرنامج المشهور كمشغل فيديوهات، وباقي التطبيقات هماتين تقدر تشوفه انت، تطبيقات مهمة للكاميرات. هذا كل اللي نقدر نشرحه اليوم من خلال هذا الجهاز. شكرا لكم، ولا تنسون تضغطون لايك وتعملون سبسكرايب للقناة اسوار حتى يوصلكم كل شيء جديد. انتظرونا بحلقات جاية، مع السلامة.